لا، اليوم تعمل الحكومة السوية وأيضا النظام الأمريكي على تهيئة المناخ للمصالحة. عمليات القصف الممنهجة وعمليات التصعيد ما بين الطرفين هي في محاولة للضغط على المكونات في تلك المناطق للوضوخ إلى التسويات التي تسعى لها دمشق وأنقرة. اليوم الشعب وخاصة الشعوب المتواجدة في مناطق غرب هم ضحية هذه التسويات. هناك الكثير من الرافضين لهذه المصالحة، هناك الكثير من يعني القلقين على مستقبلهم ومصيرهم بعد هذه المصالحة. عمليات التصعيد والممنهج ما بين الطرفين وعمليات القصف المتبادلة هي رسالة إلى الشعوب في تلك المنطقة. أما أن تكون هناك مصالحة بالشروط التي نفرضها على تلك المناطق، أو أن هذه المناطق سوف تسير نحو المجهولة وسوف تسير نحو مزيد من التصعيد ومزيد من القتل ومزيد من العمليات العسكرية. أي يضعون الشعوب هناك أمام خيارين أحلاهم ومر، أما المصالحة والتسوية ونسف تضحيات ملايين الشهداء وآلاف المعتقلين وملايين المهجرين، وإما الخيار الآخر هو التصعيد وعمليات يعني كما نشاهد عمليات القتل ممنهجة وتبادل إطلاق وقصف وعدم استقرار في تلك البيئة. طيب، سيدة إلهام أحمد على إحدى الشاشات قالت اليوم بأنه دمشق تفضل الحوار مع أنقرة من الحوار مع شمال وشرق سوريا. أين الثغرة هنا؟ لماذا ترفض باستمرار الحكومة السورية الحوار مع شمال وشرق سوريا، مكونات المنطقة، الإدارة الذاتية؟ ما هي الأسباب، تأثيرات ذلك، ما خيارات المنطقة؟ يعني أسئلة عديدة في ظل هذا المشهد، وأيضا اليوم كيف من الممكن تخطي هذه العقبات؟ يعني حقيقة نحن الشعب السوري بشكل عام ندفع ثمن سياسات دمشق منذ بداية الأحداث في سوريا إلى الآن. اليوم منذ انطلاقة الأحداث في سوريا في 2011 حتى اليوم، لو أن دمشق أرادت أن تستمع إلى صوت الشعب وأرادت أن تفتح حوار مباشر مع المكونات ومع الشعوب في الداخل السوري بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية لكانت حلت الأزمة السورية منذ زمن بعيد. ولكن إصغاء دمشق للحلول الدولية وللأجندات الدولية وارتباطها بأجندات دولية ومحاولة تدويل القضية السورية هو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن. اليوم فتح حوار مع المكونات سواء في شمال شرق سوريا أو في المناطق الأخرى كان سيقطع التدخلات، سيقطع يعني كل التدخلات الخارجية بما في التدخل التركي في الملف السوري أو التدخل الإيراني أو التدخل الغربي وغيرها من التدخلات الخارجية في الملف السوري. ولكن للأسف دمشق تحاول أن تتجاهل الشعب السوري ولا تريد لهذا الشعب أن يكون له كلمة في 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 مستقبل سوريا أو يكون له دور في مستقبل سوريا. للأسف تمسك دمشق في الحل الأمني، تمسك دمشق في ارتباطاتها الخارجية هو ما أوصل القضية السورية ويعني الأزمة السورية إلى ما هي عليه اليوم. اليوم الأزمة في شمال غرب وكما يصورها الكثير أنها هي أزمة مصالحة ما بين الجانبين التركي والسوري. ما مصير الشعوب التي تتواجد في تلك المنطقة؟ ما مصير تضحيات الشعوب في تلك المنطقة؟ أين كيف نسفت أنقرة بمصير من ارتبطوا بها وبالمرتزقة الذين جنتهم، وكيف ربطت مصير تلك المنطقة كلها كل مصير تلك المناطق التي تحتلها أو المناطق التي تسيطر عليها فصائل المرتزقة، كيف ربطت مصيرها بمجرد مصالحة مع النظام السوري؟ أين ذهبت التضحيات؟ أين ذهبت يعني اليوم نحن نتحدث أيضا عن عمليات تغيير ديموغرافي جرت في تلك المناطق، ما مصير عمليات التغيير الديموغرافي؟ ما مصير الناس الذين أجبروا على النزوح من مناطقهم؟ هل سيعودون إلى مناطقهم؟ ما مصير ملايين اللاجئين المتواجدين في تركيا أو في أوروبا؟ كيف يؤمن لهم عودة إلى بيوتهم وإلى مساكنهم؟ جميع هذه الأمور معلقة ويريدون أن يستزيلون المشهد السوري بأنه عبارة عن قضية مصالحة ما بين أنقرة ودمشق وتحل القضية في شمال غرب، ولكن القضية هي أعقد مما يتصور الجميع.
لحل الأزمة السورية. لا بد من فتح حوار سوري سوري ما بين جميع المكونات تحت سقف الوطن السوري دون تدخلات ودون إملاءات خارجية. وما نوهت إليه السيدة إلهام أحمد هو حقيقة حل الأزمة السورية. يجب أن على دمشق أن تفتح الحوار مع المكونات السورية وحل القضايا السورية داخليا دون اللجوء إلى تدخلات خارجية وفرض أجندات دول أخرى على الملف السوري. حقيقة أسئلة كثيرة معقدة ومعلقة كما حضرتك أشرت سيد إياد، وأيضا في بداية أو خلال حديثك ذكرت مسألة الأجندات الدولية وأن تعنت دمشق هو من دول الملف السوري. هل اليوم يبدو بأنه الأطراف يعني التي هي تعد الأقوى أو المسيطرة على مسألة الملف السوري قد منحت الضوء الأخضر كمراقبين كما حضرتكم تراقبون وتشاهدون، أعطت الضوء الأخضر لهذا الملف التطبيع؟ لأنه حضرتك طرحت فعليا أسئلة عديدة وتحتاج إلى أجوبة، تحتاج إلى آليات، تحتاج إلى إجراءات، وما حجم حساسية هذه المرحلة؟ يعني اليوم عمليات التطبيع وخاصة ما بين دمشق وأنقرة ستعيد الملف السوري إلى المربع الأول. الشعوب المتواجدة في شمال غرب وخاصة الشعوب التي مورس عليها الاضطهاد سواء من حكومة دمشق أو من الفصائل المرتزقة التي ارتبطت بأجندات الدولة التركية وتعمل كمرتزقة لدى دولة الاحتلال التركي، مصير هذه الشعوب بالتأكيد سوف يعيد الأزمة السورية إلى المربع الأول. هذه الشعوب لن تقف عاجزة ولن تكون ضحية هذه التقاربات ما بين أنقرة ودمشق، وتدرك هذه الشعوب وخاصة هناك ملايين المطلوبين، هناك الكثير ممن هم ليسوا منهم في حالة نزوح داخلي وليسوا في بيوتهم وليسوا في مساكنهم الأصلية. هذه الشعوب سوف يكون لها أيضا كلمة فصل في النهاية، وسوف ترفض هذه المصالحة لأنها سوف تكون على حساب دماء هذه الشعوب وعلى حساب تضحيات أبنائهم وأهاليهم التي خلال الفترة الماضية. شكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة من شمال وشرق سوريا. كان معنا إياد الخطيب عضو المجلس العام في حزب سوريا المستقبل، شكرا جزيلا لك.